millions of chickens in Western European countries. ملايين قطعان ملايين الدجاج in Western European countries في بلدان أوروبا الغربية are fed تغذى. طبعا هون fed هو التصريف الثالث من الفعل feed. feed يغذي يطعم. وبالتالي هون عندنا صيغة مبني للمجهول في الحاضر البسيط، أخذنا الـ R كونه هون جمع المفعول به chickens والتصريف الثالث من الفعل feed هو fed. are fed تغذى. من الذي يغذى؟ هي millions of chickens ملايين الدجاج. are fed on South American soya beans تغذى على فول الصويا الأمريكي الجنوبي الذي يتم زراعته في الأراضي. نعم تفضلي. استاذ هلا هون to be used as animal food، ليش يعني استخدمنا to be used هالتركيبة هاي؟ ليش مو مباشرة to use؟ نعم سأعود إلى الجملة. نعم قصدك على هاي الجملة الأخيرة which they export to other parts of the world to be used as animal food لاستخدامها كطعام للحيوانات، قصدك على هاي مو هيك يا نور؟ إيه أستاذ. تماما. طيب مين هون؟ طبعا هون الصيغة هي مبني للمجهول تمام مع المودل، عفوا مو مع المودل، مع مو مع المودل، مع المصدر بي تمام. طيب لاحظي معي هون يا نور، هاي التو انتبهتي عليها؟ مصدري تمام. تو المصدر، ماذا ياتي بعد تو المصدريه؟ مصدر. مصدر حلو. طيب بصير حكم انا هون ام او ايش او ار؟ لا ما بصير. تماما. فبدي اخذ انا الفيرب زيرو. انا حكيت يمكن انت ما كنتي معنا في البدايه، في بدايه الدروس قلنا بانه كل الافعال يتشابه الفيرب 1 مع الفيرب زيرو، المصدر مع التصريف الاول الا ثلاث وهي have و do و be. انتبهتي؟ have و do و be المصدر غير الفيرب 1، اما الباقي كله مثل بعضه، يعني الفيرب 1 مثل الفيرب 0. اما هون فبنجي على to بدنا نستخدم بعدها المصدر be. طبعا هون الصيغه مبني للمجهول تمام؟ مين مين اللي تستخدم كطعام للحيوانات؟ مين هي؟ الصويا بين. لاحظ الصويا بين هي كمفعول به تمام؟ فبدي استخدم انا هون صيغه مبني للمجهول بوجود تو المصدريه، فما بصير استخدم انا ام او اش او ار، فاجيت بعدها وضعت بعد تو المصدريه المصدر بي ومن ثم التصريف الثالث وهو فعل نظامي مثل ما بتعرفي يكون مضاف له اي دي يوزد. فيرب 3 يعتبر هون. تعرفتي ليش؟ تمام استاذ. millions of chickens in Western European countries are fed on South American soya beans. إذا ملايين الدجاج في بلدان أوروبا الغربية تغذى على فول الصويا الأمريكي الجنوبي. increasingly أي بشكل متزايد، بمعنى more and more، بشكل متزايد. Some soya beans are also being turned into food for human consumption. Then, تهاني. لاحظي معي هاي الصيغة. تهاني. Some soya beans are being turned into. ما هذه الصيغة يا تهاني؟ الصيغة هاي الموجودة عندي. آر مبني. لا ما نعم نعم تهاني لك سؤال تفضلي. مبني للمجهول مع أي زمان؟ مبني للمجهول مع أي زمان؟ بسيط. حاضر بسيط؟ إيه. طيب في الحاضر البسيط تهاني هل نحتاج إلى وضع being؟ لا تمام.
لو 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 ار تيرند اوف بدون بينج كنا قلنا انها مبني للمجهول مع الحاضر المصير، لانه المبني للمجهول في صيغه الحاضر المصير بيقول اوبجكت مفعول به زائد ام او ايش او ار زائد فيرب 3. طيب ما في بينج بالموضوع، انا عندي بينج هون معناها هو مبني للمجهول في اي صيغه؟ مع الحاضر المستمر. مع الحاضر المستمر تماما. لاحظوا هاي الاسئله هاي اثناء الدرس بتكون مفيده لنرجع نتذكر القواعد. اذا some soya beans are also being turned into food. بعض فول الصويا يتم تحويله الان الى طعام for human consumption. For human consumption للاستهلاك البشري. طبعا consumption استهلاك بمعنى eating and drinking يعني الاكل والشرب. Many vegetarian foods العديد من الأطعمة النباتية vegetarian طعام نباتي are based. لاحظوا هلا الدرس مليء بصيغ المبني للمجهول are based حاضر وصيف مبني للمجهول. إذا many vegetarian foods are based on soy beans تعتمد اعتمادها على الصويا بينز على فول الصويا. Other areas of the rainforest مناطق أخرى من الغابة الاستوائية are cleared by ranchers يتم يعني هون بمعنى cleared مو بمعنى تنظيف أي يتم الرعي بشكل جائر من قبل الرانشرز. الرانشرز اللي هن رعاة الأغنام who use the land for their cattle الذين يستخدمون الأرض من أجل for their cattle من أجل قطيعهم cattle قطيع. حدا بيعطيني مرادف لcattle؟ group of animals groups of animals تماما. بدي كلمة في كلمة واحدة مرادف لها هي شرح صحيح. سيت نعم بلوت سيت كيت فلوك حقيقة سيت الفعل سيت بمعنى يجلس يجا S I T تربة لا فلوك ما استاذ فلوك ايه طيب هتجي لي هالكلمة هاي أول مرة بسمع بهالكلمة يا F L O O K O S K F L O S K فلوسك. ما أنا أول مرة بسمع بهالكلمة ثانية حقيقة ما بعرف ليه بس في كلمة ثانية استاذ ما تصير سيت استاذ ما تصير سيت يعني سيت لا S E T S E T سيت مجموعة سيت مجموعة سيت يا ما بعرف مين اللي قال لي اياها سيت اس اي تي في فرق بين سيت وسيت. نعم آية هيرد تماما احسنتي احسنتي تهاني مو هيك؟ اذا تماما احسنتي يا تهاني هيرد مرت معنا في درس كانت قلت اول البارحه مو قلنا اثناء الشتاء تتجمع في قطعان أكبر. ارجعوا على الساند جاجمز على غزلان الرمال على المقطع الثاني أو الثالث راح تلاقوا كلمة هيرد قطيع. قلنا أثناء الشتاء during the winter they congregate تتجمع in larger herd في قطعان أكبر صحيح ولا لا؟ نرجع who use the land for their cattle الذين يستخدمون الأرض لقطيعهم أو لماشيتهم. إذا cattle هي الهيرد القطيع أي groups of animals that live together مجموعة من الحيوانات تعيش كوية. أيضا غير الرانشرز biologers طبعا هذول الأسباب نحن عم نعد حاليا أسباب تدهور الغابة الاستوائية. حكينا في البداية السبب الأول كان قطع الغابات
to make more farmland for farmers من أجل تأمين مزيد من الأراضي الزراعية للمزارعين. السبب الثاني وهو الرانشرز رعاة الماشية الذين يستخدمون الراعي الجائر. السبب الثالث باي لوجرز، لوجرز تعني الحطابون قاطعي الأشجار. ماذا يفعلون؟ لوجرز هو sell the valuable tropical hardwood الذين يبيعون الخشب الاستوائي القيم valuable قيم ذو قيمة valuable tropical hardwood. طبعا الخشب الاستوائي القاسي hardwood خشب قاسي tropical استوائي valuable قيم. From the trees they cut down من الأشجار التي يقطعونها. أي السبب الثالث. السبب الرابع or by oil companies أو من قبل شركات النفط. Oil companies who are trying to find more oil الذين يحاولون اكتشاف المزيد من النفط.